احنا فبعتوا لي بالغلط تقرير عن حاله المستشفيات في قطاع غزه كله. عايز اقول لكم ان تقريبا كل الحاجات صفر 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 صفر، وهم حتى مسمينها الحاله الصفريه. النهارده في مجازر بتتم مفيش اي كلام عنها باستثناء التغير البسيط اللي حصل النهارده. فمهم ان احنا نمثل حركه ضغط شعبيه برضو على وسائل الاعلام وعلى القياده السياسيه، وما نستجبش لاي دعوه من دعوات الاخبار. عايز اقول له ان القافله هنا مش القافله الماديه، يعني لو فرضنا جدلا ان احنا جبنا قافله قدرنا نحصل على قافله ثمنها ادويه بمليون جنيه، انا افضل ان المليون جنيه دول الادويه يكونوا من مليون فرد احسن ما يكونوا من فرد او فردين. يعني حتى لو لجأنا في الفتره الاولانيه لبعض الناس الميسورين الى حد ما ويساعدوا بعض الادويه اهلا وسهلا، لكن اللي عايز اقوله الاهم بالنسبه لي ان هي قافله شعبيه. الناس دلوقتي بتجمع قافله سريعه في خلال 10 ايام من ادويه بيسالنا الجانب الفلسطيني وزاره الصحه الفلسطينيه هم فعلا حاجه واحده. فحاسه ولاد ان يوم الفلسطينيين بيتضربوا الضرب دوت كله، واحنا يعني نعمل اضعف الايمان ان احنا نقدم لهم مساعدات طبيه او اغاثه على شكل غذاء او على شكل ملابس. القضيه الفلسطينيه يعني كلنا بنتكلم في هذا الموضوع، كلنا بنكتب في هذا الموضوع، اللي بيطلع على السوشيال ميديا ونقدر نتكلم في الجرايد ونقدر نتكلم في التلفزيون، كل الصور متاحه وكل واحد يقدر يعمل ايه قدر الانسان يقدر يعمله.